اليوم زيارتنا حقيقه تفقدكم متابعتكم ونعزز الثقه انه احنا وياكم والجهات الامنيه واحنا وكل من دوله الرئيس الى بقيه الوزراء يتعاطفون معكم، وان شاء الله نحن اليوم ما نسمح لاحد حقيقه يبتز اي مواطن، مو شرط بالمخيمات، خارج المخيمات. وان شاء الله نزوركم في منطقه العياضيه في بيتكم نزوره، واذا اكو معاناه ان شاء الله احنا نذللها معكم. اليوم اي قضيه انسانيه ما نسمح بالاعتداء بالتهديد لاي مواطن باي عنوان، لذلك سوف يتحمل كل المبتزون مسؤوليه ابتزازهم. الحقيقه اليوم قنوات دوله الرئيس ومتابعه ما يجري، والحمد لله اليوم هذا مفرح للعراق. بعض القضايا تحصل سابقا ربما تعتبر شان داخلي والعالم لا يسمع بها. اليوم اي قضيه، اي حدث بسيط، اي عمليه تهديد، خطف، قتل، سرعان ما تصل الى مكتب رئيس الوزراء. ولذلك الاستجابه يوم امس السريعه من السيد رئيس الوزراء، وكذلك بالنسبه للصبي النازح الاستجابه من السيده وزيره الهجره، وايضا القيادات الامنيه، هذا الحضور السريع هذا يعني اننا حقيقه لم نتساهل في الحاق الاذى بالمواطن. نحن وجدنا الان تاسست الحكومات من اجل الشعب، لا ان تكون حاكمه بل خادمه، ونحن ان شاء الله متواصلون مع اي محنه ومن خلال الاعلام، الاعلام الملتزم المنضبط، ليس الاعلام ربما الذي يفبرك المعلومات، البعض مع الاسف يحاول الاثاره على حساب الحقيقه. نريد اعلام ملتزم كاعلام ملتزم.